أهلا بكم مشاهدينا من جديد. منحت مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط للعام 2020، وذلك تكريما وتقديرا لإسهامات معاليه في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، انطلقت فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي فنتك والقيمة المضافة تحت شعار التحول الرقمي الثاني. وقال سعادة الدكتور ميرزا أن مثل هذه المؤتمرات تشكل أهمية قصوى لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وذلك للدفع بعمليات التحول الرقمي التي تنتهجها مملكة البحرين في السنوات القليلة الماضية إلى الأمام وبسرعة أكبر. من جانبه أكد الدكتور جاسم حجي رئيس المؤتمر سعي هيئة الطاقة المستدامة الدائم إلى جذب مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الدولية في الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل إلى مملكة البحرين وتسويقها كمركز إقليمي في هذا المجال. والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي يقام بالشراكة مع شركة سمارت اس ام بي للمرة الثانية في مملكة البحرين يقام أيضا بشكل سنوي في دبي والسعودية وعمان وكينيا، حيث يشارك فيه عدد كبير من المشاركين والعارضين من كبار الشركات التقنية. البحرين سباقة حيث أنها أخذت إجراءات كثيرة في مجال التحول الرقمي، وهي لها مبادرات كثيرة وفي مجال التكنولوجيا والفنتك وكل المجالات التي هي العلوم المستقبلية. والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لها فوائد كثيرة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للمؤسسات والحكومات. عقدت جمعية الاقتصاديين البحرينية ندوة بعنوان إلى أي مدى يدعم النظام القانوني في البحرين الاقتصاد الوطني، وأدار الحوار الدكتور عمر العبيدلي نائب رئيس جمعية الاقتصاديين. وأشار المتحدثون إلى طبيعة التحديثات الواسعة والشاملة التي أجريت مؤخرا في النظام القانوني في مملكة البحرين، وبالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة دور التحكيم في معالجة النزاعات التجارية، كما أشاد المتحدثون بدور المؤسسات الخليجية في هذا الإطار. تناولنا عدد من المحاور مثل ما يتعلق ببطء الإجراءات وحلولها، وما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، وما يتعلق بحماية المنافسة في البحرين، والكثير من المواضيع في الحقيقة والتساؤلات من الخبراء اللي كانوا موجودين واللي أثرونا بالنقاش والطرح. تكلمنا عن أهم الإصلاحات اللي الإصلاحات في النظام القانوني في السنوات الأخيرة. طبعا تكلمنا عن البطء اللي يشتكون يكون من التجار أو قطاع التجاري في طريقة سير الدعاوى في المحاكم البحرينية، وبينا الإصلاحات اللي صارت. طبعا بالفعل احنا كنا نعاني من هذه المشكلة، مشكلة البطء في سير الدعاوى لحين الفصل فيها، ولكن في السنوات السابقة صدرت إصلاحات عديدة، سواء إصلاحات تشريعية أو إصلاحات إدارية بتسريع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم القضائية.
حصلت شركة بنفيت على جائزة أسرع مزود لحلول الدفع الإلكتروني نمواً من قبل جوائز التمويل الدولي لعام 2019، والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إنجاز عالمي جديد للشركة. وتأتي جوائز التمويل الدولي لتسلط الضوء على الابتكار والأداء العالي في مجالات الحلول والمنتجات والخدمات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الواحد الجناحي أن هذه الجائزة تعتبر بمثابة شهادة على التنفيذ الجاد للمبادرات الاستراتيجية للشركة والموجهة نحو جعل مملكة البحرين نموذجا إقليميا لخدمات التكنولوجيا المالية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين على تراجع نسبتها 0.9% ملغن التداولات عن مستوى 1657 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,755,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 532,000 دينار تم تنفيذها من خلال 52 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.75%. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت على تراجع نسبته 0.37%. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي سجلت تراجع نسبته 0.17%. أما سوق دبي المالي فقد سجلت انخفاض نسبته 0.54%. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على انخفاض بدون أي تغيير عن معدل الإقفال السابق. أبرمت شركة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم لشراء حصة شركة فودافون التي تبلغ 55% في فودافون مصر مقابل 2,400,000,000 دولار، وذلك في إطار سعي الشركة السعودية للنمو في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. واتفقت الشركتان على الترتيبات ذات الصلة باستخدام علامة فودافون التجارية وغيرها من الخدمات في مصر على المدى البعيد. وستكون هذه الصفقة هي الأكبر لشركة الاتصالات السعودية منذ أن اشترت 35% من شركة أوجر تيليكوم في عام 2008. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بوينغ تعلن عن أول خسارة سنوية لها منذ عام 1997 مع تزايد تكاليف أزمة 737 ماكس. تتجه أنظار المستثمرين الأجانب إلى فرنسا بعد إطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قام عدد كبير من الشركات بنقل مصالحها التجارية إلى باريس. وتحدث رئيس غرفة التجارة في باريس وضواحيها عن توفير التسهيلات للشركات التي تبحث عن بديل عن المملكة المتحدة، كما وتتمتع فرنسا بنمو مستقر منذ عام 2018، فيما تواجه ألمانيا وبريطانيا صعوبات متزايدة على مستوى المشاريع الاستثمارية. تؤكد مجموعة من المصارف الاستثمارية الكبرى أن فيروس كورونا قد يمثل فرصة للشراء في الأسواق الآسيوية رغم زيادة القيود المفروضة على السفر وارتفاع عدد القتلى من الفيروس. ويشير بنك جي بي مورغان إلى أنه مع استقرار عدد حالات الفيروس ستسنح فرصة للاستثمار في أسواق آسيا الناشئة. وأوضح بنك يو بي أس أنه بالاستناد إلى الفيروسات السابقة مثل السارس عام 2003 وميرس عام 2015، يتوقع البنك أن تأثير الكورونا على الاقتصاد الكلي سيكون محدودا. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أعلنت شركة بوينغ عن أول خسارة سنوية منذ عام 1997 مع تزايد تكاليف أزمة 737 ماكس، وأشارت إلى أنها ستخفض مجدداً إنتاج طائراتها الأكبر حجماً 787 دريملاينر، وهي حالياً مصدرها الرئيسي للأموال. ووصلت التكاليف المرتبطة بوقف رحلات طائرات 737 ماكس حول العالم إلى 14 ملياراً و600 مليون دولار في عام 2019، وحذرت الشركة من أعباء مالية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار في 2020. وكانت بوينغ التي تواجه أكبر أزمة في تاريخها قد قدرت في السابق أن تكاليف تداعيات أزمة ماكس تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار.